الرياضي في الذي قي من ذوي الهمم وجرح الوطن على منصة التكريم ضمن فعالية على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون بالذي قي وسط حضور رسمي وشعبي. مثل كل سنة نشوف أنه عدد محب تقوم بتكريم أبطالها وبطلاتها. هالسنة هاي بنهاية السنة كل عام وأنتم بخير أول شيء وبلدنا وقائدنا إن شاء الله بألف خير. كان في تكريم مميز من قبل مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة وفرع الحزب ليطلع هذا الحفل بهالطريقة الرائعة جدا. والواحد لما بيكون مع أبطال وبطلات بحس بالفخر والعز يعني. فبنقول لهم لكل حقق بطولة منهم إن شاء الله ألف مبروك، وإن شاء الله العام القادم بيكون في بطولات أفضل وأميز إن شاء الله، مو بس على المستوى المحلي كمان على المستوى الخارجي. طبعا اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي بلقاء هؤلاء الأبطال الذين ساهموا كبقية المؤسسات الرسمية في الجمهورية العربية السورية من جيش عقائدي ومن مؤسسات مؤمنة بهذا الوطن، أنهم في ظل هذه الحرب الكونية على سوريا وهذا الحصار الجائر الذي لم يعرفه شعبا على مر التاريخ من محاولة إركاع وتجويع لهذا الشعب، هؤلاء الأبطال لقد خرقوا الجدار. هي تظاهرة في نهاية العام لتكريم الإنجازات الرياضية التي توجت بتحقيق الكؤوس والميداليات الفضية والذهبية والبرونزية. كان لمحافظة اللاذقية نصيب من المشاركة العالمية ومن حصد المراتب الأولى على المستوى آسيا وغرب آسيا، وأيضا للبطولة العربية التي كان لسوريا عودة بعد انقطاع دام أكثر من 16 عاما. هذا وعودة سوريا بقوة، كان حصلت 52 ميدالية كان لأبناء اللاذقية نصيب منها. هلا بكل أحوال التكريم شغلة كتير مهمة. بالنسبة إلي أنا تكرمت وجود جرحى وطن، لأنه هن بالفعل شو ما عملنا وشو ما سوينا ولا شيء. لفت كتير منيحة، لأنه بعد كل هذا بيعرفوا الرياضيين أنه التكريم حينوبهم يوم من الأيام وقت يكبروا أو يصيروا مراكز مهمة. 200 بطل وبطلة لديهم إنجازات على المستوى المحلي والعربي والآسيوي والدولي. نحن كتير منبسط وكتير نتفائل، ونحن بعز دين الحرب، وأنه نحن عم نتكرم كرياضيين اليوم. أكيد هذا التكريم كتير بيعني لي كحافز كتشجيع لأقدر أحصل أكبر عدد من الميداليات بالمحافل الدولية. أنا الحمد لله من شهر تقريباً حصلت على برونزيه بطولة دورة آسيوية للصين. التكريم بيعطينا أنه حافز وقوة واندفاع أنه نقدم الأحسن. هذا التكريم شيء كتير حلو وكتير مهم لأي رياضي، بيعطينا تشجيع كتير حلو لحتى نقدم أحسن ما عندنا ونقدم إنجازات أكثر وأكثر، وإن شاء الله دائما رافعين اسم سوريا. تكريم رائع جدا، وشكرا لزيادة الرئيس وشكرا للأعضاء جميع الموجودين، وبادي هذا الفوز لسوريا الحبيبة ولقائد الوطن. كتير شيء حلو يعني، بما أنك أنت عم تتكرم والكل عم يشوفوك وأنت عم ترفع رأسك يعني بهيك شيء حلو يعني. الفعالية التي ينظمها مكتب الشباب الفرعي بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام هي تحفيز للمزيد من الإنجازات وليرفع رياضي سوريا علم الوطن عاليا في المحافل الدولية.